أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب، وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا في بيتنا مدرسة. أهلا حبايبي أبناء التعليم الفني الصناعي شعبة الصناعات الميكانيكية تخصص تشغيل المعادن. أهلا أبنائي وحلقتي حول مادة سي إن سي لطلاب الدبلوم الفني الصناعي تخصص تشغيل المعادن نظام 3 سنوات و5 سنوات. أهلا بكم يا شباب، والنهاردة إن شاء الله حلقتنا هتدور حول تكملة الدورات الجاهزة لعمليات الخراطة التي تجرى على ماكينات التحكم العدد. كنا في الحلقات السابقة كنا شرحنا بعض هذه الدورات، وأخذنا دورات الخراطة الطولية، وأخذنا أيضا دورات الخراطة الجبهية. وعرفنا في هذه الحلقات ان الخراطة الطولية والخراطة الجبهية كان نداء السايكلز بتاعتها هي عبارة عن الكود G84، وكنا نذكر مع بعضينا كده الفرق ما بين الخرط الطولي والخرط الجبهي، ان كان في الخرط الطولي كنا بنستخدم G84 الاكس والزد، والخرط الجبهي بنستخدم G84 الزد ثم الايه؟ ثم الاكس، وباقي البارامترز كانت بتبقى ثابته. لو كنت هعمل خرط عدل بيبقى عباره عن G84 سواء كان اكس او زد في الخرط الطولي، بعديها بيجي الدي 3 وبعديها بيجي الفيد. وفي حاله الخرط لما بيكون في جزء مسلوب كنا بناخد G84 الاكس والزد، وكمان كنا بناخد البي 0 وبناخد الدي 3 ثم الفيد. لما كنا بنعمل مخروط يا اولاد وكنا حابين ان احنا نعمل سماحيات تشطيب فيه، كنا بناخد G84 الزد الاكس والزد ثم الدي 0 والدي 2 ثم الدي 3. لما كنا بنعمل جزء مخروط وفي مخروطين متتاليين ومسامحيات تشطيب، كنا بناخد G84 الاكس ثم الزد وكمان البي 0 والبي 2 والدي 0 والدي 2 وايضا الدي 3 وايضا الفيل. انا كنت بأذكر اولادي بالسايكلز اللي احنا اخدناها في الحلقات السابقه، علشان لما نبدا السايكلز بتاعتنا النهارده ما يحصلش لبس ما بين الايه؟ الدورات. احنا النهارده هناخد دوره جديده خالص، وهي دوره عمل الالووز. طبعا عندنا اولاد حالتين لعمل الالووز. لو عندي الووز عمق الالووز فيه صغير انا باخده على مشوار واحد، فانا عندي سايكلز خاصه بعمل الالووز على مرحله ايه؟ مرحله واحده، وده لو كان عمق السنه بتاعت الالووز بتاعتي خفيفه، عمق ايه؟ بسيط. وعندي سايكلز اخرى بعمل الالووز بتاعي على مراحل متعدده، ودي هنشوف الفرق ما بين السايكلز اللي بعمل بيها الالووز على مرحله واحده، وايضا السايكلز اللي هعمل بيها الالووز على مراحل ايه؟ متعدده. ابنائي الاعزاء مع بعضينا على الشاشه بتاعتنا ونبدا نشوف السايكلز بتاعتنا اللي هنبدا ندرسها، ايه البارامترز بتاعتها، ونفهم كل جزئيه على حده، ويا ريت يكون معانا ورقه وقلم ونسجل كل اللي بيتقال. مع بعضينا حبايبي على الشاشه. هنا بيقول لي ايه؟ تمرين على دورة الألووز. هو دورة الألووز يا ميس، هنا الدورة دي عبارة عن دورة اسمها ايه؟ اسمها G33 يا ولاد. طيب G33 دي يا ميس بتعمل ألووز على مرحلة واحدة ولا بتاخد الألووز على أكثر من مرحلة؟ لا، G33 دي خاصة بعمل الألووز على مرحلة واحدة فقط، خاصة بعمل الألووز على مرحلة ايه؟ واحدة فقط. طب أنا عايز أعمل الألووز ده يا ولاد، لازم يكون عندي طول للألووز وعندي قطر نهاية الايه؟ الألووز. يبقى أنا لازم يكون عندي الزد بتاعة الألووز والإكس بتاعة الألووز. يبقى أنا عندي G33 نداء دورة الألووز، الزد اللي هي مين؟ طول الألووز بتاعي، والإكس اللي هي مين؟ قطر نهاية الإيه؟ الألووز. هقول G33 دورة الألووز بتاعي. طيب الإكس هي عبارة عن مين؟ قطر نهاية الألووز، والزد هي عبارة عن مين؟
طول الجزء المراد عمل الالبوز عليه. طب والبارامترز ديت الاكس اللي هي القطر والزد بيدخل ابعادهم بالايه؟ بالمليمتر. وكمان لازم يكون عندي مين؟ التغذية اللي هي الفيد. التغذية هنا يا ولاد ما اسمهاش تغذية نهائي. نركز بقى كويس قوي ونفرق ما بين الخراطة الطولية والألووز. في الخراطة الطولية كنا بنقول عليها سرعة التغذية، إنما هنا هي عبارة عن البيتش، الخطوة، المسافة بين سنتين من الألووز أو كمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين من الألووز. دي الخطوة. الإف هنا تعني خطوة الألووز وليست التغذية. خطوة إيه حبايبي؟ الألووز وليست الإيه؟ التغذية. يبقى أنا عندي هنا الكود بتاعي جي 33، الإكس هو قطر الألووز أو قطر كمة الألووز، الزد هي عبارة عن طول الجزء المراد عمل ألووز عليه. طيب ناخد اليونتس اللي هي الوحدات، الإكس هتدخل بالمليمتر، الزد هتدخل بالمليمتر، الإف وهي عبارة عن خطوة الألووز وليست التغذية وتدخل بالمليمتر. مفيش حاجة اسمها بقى مليمتر بير مينت لأنها مش سرعة تغذية، ده هي الخطوة. الخطوة تحسب بالمليمتر فقط. يبقى أنا عندي دلوقتي يا ولاد عشان أعمل ألووز على مرحلة واحدة أنا هجيب البارامترز بتاعتي جي 33، ده أمر نداء سايكل بتعمل ألووز على مرحلة واحدة. طب ايه هي المعلومات اللي المفروض تيجيها في السايكل ديت؟ قال لي لازم يجي لك الاكس والزد والاف. مين الاكس دوت؟ القطر بتاع الجزء المراد عمل ألووز عليه، يعني قطر 30. يبقى انا عندي الاكس ب 30، 30 ايه؟ 30 مللي، تدخل الوحده بالمليمتر. الزد هي طول الجزء المراد عمل الألووز عليه، طول الألووز، طول الألووز عندي مثلا في المساله ب 20، يبقى الزد بايه؟ ب 20، بسالب 20. الإف هي عبارة عن خطوة الألووز اللي بيدهاني في المسألة وتحسب بالمليمتر. تمام؟ الإف تساوي البيتش، الإف تساوي الخطوة، تمام؟ وتحسب بالملي إيه؟ بالمليمتر. ناخد مثال جميل كده على دورة الألووز. أنا عندي هنا مديني القطر اللي أنا هشتغل عليه في الألووز كام يا ولاد؟ عندي القطر بتاع الألووز 46.8 من ايه؟ من 10. يبقى انا هاجي اقول الجزء بتاعي اللي انا همس عنده لازم امس عند 46.8 من 10 وزد بره ب2، يبقى 46.8 من 10 واكون واخد زد بره بكام؟ ب2 او ب3. محضر عندي اهو، مديني سماحيه الامان قبل ما ادخل بقلم الألووز، ده قلم الألووز لازم يبقى مثلث كده. في الحالة ديت قبل ما ادخل بقلم الألووز عندي لازم احط القلم في مكان ايه؟ في مكان آمن. طب المكان الآمن عندي هنا مديني السماحية بتاعته بره كام؟ قال لي 3 مللي اللي هي مسافة الأمان للقلم، مسافة الأمان للقلم بتاع الألووز هحط عند زد بكام؟ بموجب 3. وعندي اكس بكام؟ عمق الألووز، عمق الألووز عندي قد ايه؟ قال لي الألووز بتاعك عمقه هيبقى عند 46.8 من 10، يبقى هقف عند اكس ب 46.8 من 10 وعند زد بره بكام؟ ب 3 مللي. وبعد كده أدي سايكلز الألووز. سايكلز الألووز ايه هي؟ جي 33، لأن أنا هعمل الألووز ده على مرحلة واحدة، يبقى هدي جي 33 وأدي الإكس وأدي الزد. أدي الإكس بكام؟ قال لي الإكس بتاعتك أنا عايز أصفي العمق بتاعي على كام؟ الاكس بتاعتي هتبقى على جي 6 على اكس ب 46.8 من ايه؟ من 10. طب والزد بتاعتي هتبقى كام؟ اهو طول الألووز، طول الألووز عندي بكام؟ ب 44. طالب شاطر هيقول لي يا ميس خلي بالك هو ال 44 ديت مش طول الألووز بس، ده مديني طول الألووز وجزء كده بعديه، هو ليه احنا زودنا على طول الألووز في اتجاه المحور زد؟ اه يا حبايبي لان انا قلم الألووز بالزائد وهو خارج من الشغله لازم يبقى في مساحه اسمها مسافه تحرير، تحرير القلم تبقى في مسافه اسمها مسافه تحرير الايه؟ تحرير القلم. يبقى انا بشوف الطول بتاعي قد ايه وازود عليه مثلا مسافه 3 او 5 مللي.
ماشي، يبقى مثلا الجزء دوت بتاعي وليكن 40، انا حطيته عند 44. ليه حطيته عند 44؟ عشان ادي للقلم مسافه اسمها مسافه تحرير القلم، علشان يبدا يخرج من الشغله بدون كسر، عشان يبدا يخرج من الشغله بدون ايه؟ بدون كسر. في معلومه تانية مهمه جدا يا حبايبي لازم نعرفها، ان عندي عمل الالاوز لازم الجزء اللي بعد عمل الالاوز اكون محرره كده، يكون فاضي من المعدن، يكون معمول لي فيه خلخله. الخلخله دي ايه فايدتها؟ عشان قلم الالاوز وهو بيقطع وخارج من اخر سنه ما يبقاش خابط هنا في معدن، فيبقى في مساحه حره واسعه اقدر يخرج منها القلم بايه؟ بسهوله جدا. يبقى انا عندي هنا هنقول جي 33، الزد بماينس 44، والاكس بكام؟ ب 46.8، والخطوه بتاعتي حسب ما هيدهان، ادهاني ملي يبقى احط الاف بملي، ادهاني 2 ملي احط الاف ب 2 ملي، حسب الخطوه اللي هو هيدهاني علشان اشتغل بيها. يبقى النهايه يا اولاد، لو انا عايز اعمل الاووز على مرحله واحده استخدم جي 33، اجي امس، لما اجي امس همس عند بدايه الالاووز تمام، وزد بره بتلاتة. طب ومين التلاتة دي؟ لو ادهاني في المسألة مسافة الأمان لوقوف القلم 3 مللي، يبقى أنا هحط مسافة الأمان في الزد، في الزد التحضيرية، يبقى أحط عند إكس اللي هي بتاعة كلمة الألاوز، وعند الزد بره بإيه؟ بمسافة الأمان اللي هو مديهالي، والأمر هنا فعلا هيبقى جي إيه؟ 0 0. بعد كده أبدأ أدخل بالسايكل، عشان ادخل بالسايكلز هدي الاكس في خطوه، وبعد كده هدي الزد بتاعتي في ايه؟ في خطوه، وادي مع الزد البيتش اللي هي مقدار الخطوه بتاعتي، ماشي؟ يبقى هقول جي 34، جي 33 اللي هي كود نداء دوره الالاووز على مرحله واحده، يجي بعديها البارامترز اكس اللي هو عمق الالاووز اللي احنا هنشتغل عليه، اللي هو مدهوني في المساله هنا قدامنا ب 46.8، وبعد كده احط طول الالاووز. طول الالاووز ده لازم اضيف ليه مسافه اكبر، عشان تبقى انا حاطط حاجه اسمها مسافه تحرير العده بعد عمل الالاووز، بيتضاف على الطول اللي انا عايز اعمل الالاووز ايه فيه، وبعد كده ببدا انهي عمليه الالوزه بتاعتي باللي هو الام 30، وانهي البرنامج بتاعي في حاله عمل ايه؟ الالاووز على مرحله واحده. يبقى انا دلوقتي بس يا شباب قبل ما ندخل للسايكلز بتاعتنا المعروضه ديت، لازم اوضح لك احنا اخدنا ايه؟ احنا اخدنا سايكلز صغيره جدا بنعمل بيها الاووز على مرحله ايه؟ على مرحله واحده. طب ايه هي السايكلز اللي بنعمل بيها الاووز على مرحله واحده؟ هي جي 33، وكمان بنيجي بعديها بنحط الاكس والزد والبيتش اللي هي بدل ما بنحط الحرف البي بنحطه اف، والاف ده بيعني عندنا الخطوه بتاعه الالاووز. الالاووز ده على مرحله واحده، الزد بتعني ايه؟ والاكس بتعني ايه؟ والاف بتعني ايه؟ الاكس بتعني عمق سنة الالاووز اللي انا عايزه اوصل لها، الزد بتعني طول الالاووز زائد مسافه التحرير للعده بعد انتهاء الالاووز، والاف بتعني الخطوه المراد عملها للالاووز. لو الالاووز ده الخطوه بتاعته ملي يبقى انا هحط الفيد بملي، الخطوه بتاعته 2 ملي يبقى انا هحط الفيد ب 2 ملي، وفي الحاله ديت قيمه قطر الالاووز هيبقى بالملي متر اللي هو الاكس، طول الالاووز هيبقى بالملي متر زائد مسافه الامان او مسافه التحرير للعده، والفيد البيتش هتبقى بالملي متر. والسايكلز بتاعتنا دي اسمها جي 33، اقول جي 33 اكس زد الاف، الاكس قطر الالاووز، الزد طول الالاووز زائد مسافه التحرير للعده، والاف اللي هي الخطوه بتاعه الالاووز المراد ايه عملها. ده كده كان ايه يا اولاد؟ كانت السايكلز اللي بتعمل لنا الاووز على مرحله ايه؟ مرحله واحده. طب انا عايز اعمل بقى الاووز يا ميس عمقه كبير شويه، طالما عمقه كبير شويه يبقى لازم ناخد سايكلز تعمل لنا الالاووز على اكثر من ايه يا ولاد؟ من مرحله. نبدا بقى نبص على الشاشه بتاعتنا الجميله ونشوف السايكلز اللي عن طريقها نقدر نستخدمها ونعمل الاووز على اكثر من ايه؟ من مرحله. نبص بقى مع بعضينا كده على السايكلز بتاعتنا الجميله على
السلايد. بيقول لي ايه؟ بيقول لي 3 سايكلز ديت عبارة عن دورة ألواز على مراحل. الجي بتاعتنا 85، يبقى السايكلز اللي هتعمل لنا ألواز على أكثر من مرحلة جي 85. هتطلب مننا ايه؟ هتطلب مننا الاكس اللي هي عبارة عن عمق الألواز بتاع الزد طول الألواز زائد مسافة التحرير للعدة. البي 2 يا ولاد، البي 2 بقى، تعالى بقى هنا اهو كده نبدأ نشوف ايه البي 2. مقدار الخروج من نهاية الألواز، وده بيحسب بالسالب. الدي 3 سمك الطبقة المزارة لكل مشوار قطع. طب ايه عندي كمان؟ عندي الدي 4 اللي هي عدد مرات القطع الحر. الدي 5 زاوية سن الألواز بالدرجات. الدي 6 عمق الألواز بالمايكرون، عمق الألواز بالايه؟ بالمايكرون. الدي 7 قال لي بارامترز يعتمد على ايه؟ الدي 3. الاف عبارة عن خطوة الألواز. يبقى انا عندي هنا يا ولاد تاني كده البارامترز بتاعتي. الاكس هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن قطر الألواز، احداثيات الاكس والزد دي احداثيات نهاية الألواز، حيث ان الاكس هو عبارة عن القطر الاصغر للألواز، والزد هي عبارة عن الطول الكلي لمين؟ للألواز. عندي بعد كده البي 2 مقدار خروج العدة في نهاية الألواز. الدي 3 عمق او سمك الطبقة المزالة لكل مشوار قطع من المعدن. طيب وعندي ايه كمان؟ عندي الدي 4 عدد مرات القطع، والدي 5 زاوية سن الألواز، والدي 6 عمق الألواز، دي 7 بارامترز يعتمد على الدي 3. الاف عبارة عن خطوة الايه؟ الألواز. معلش يا ميس اشرحها لنا على الرسمة، اهي الرسمة اهي بتاعتنا يا ولاد. نيجي بقى نشرح البارامترز الجميلة اللي موجودة عندنا ديت. قلنا ان احنا عندنا جي كام؟ 85. مين جي 85 دي يا ولاد؟ دي دورة نداء عمل الألواز على أكثر من مرحلة. طيب خدنا بعديها مين؟ خدنا بعديها الإكس. مين الإكس دوت؟ عمق الألواز المراد قطعه. مين الزد دوت؟ طول الألواز المراد قطعه. طب مين البي 2؟ قال لي البي 2 ديت اللي هي عبارة عن عمق الألواز بتاعي. البي 2 ديت عبارة عن ايه؟ اهو بص، بي 2 عبارة عن ايه؟ مقدار خروج من نهاية الايه؟ الألواز بالسالب. يبقى البي 2 عندي مقدار الخروج، البي 2 هي عبارة عن مقدار الخروج من ايه؟ الجزء المراد ايه؟ قطعه او الألواز، مقدار الخروج من نهاية الألواز. يبقى البي 2 مقدار الخروج من نهاية الايه؟ الألواز. طب والدي 3 عمق القطع المزال لكل مشوار قطع. طب والدي 4 عدد مرات القطع، يعني انا هقطع قد ايه؟ مره 2 3، يبقى دول المراحل اللي هقطع عليها. عدد مرات القطع احطها في الدي ايه؟ في الدي 4. طب والدي 5 قال لي زاويه سن الألواز وبتحسب بالدرجات. زاويه سن الألواز وتحسب بالايه؟ بالدرجات. طب والدي 6 يا اولاد؟ قال لي الدي 6 ديت، اهي بص يا ولادي نوت، قال لي الدي 6 عباره عن ايه؟ عمق الألواز. دي 6 عباره عن عمق الايه؟ عمق الألواز، وبيحسب بمين؟ بالمايكرون. عمق الألواز وبيحسب بالايه؟ بالمايكرون. الدي 7 قال لي ده عباره عن نسبه تخفيض عمق المعدن المراد ازالته لكل مشوار قط، وبيعتمد على مين؟ على الدي 3. بارامترز يعتمد على مين؟ على الدي 3. طب والاف في النهايه عباره عن البيتش بتاعتي او الخطوه. تاني يا ولاد البارامترز دي مهمه جدا ولازم نبقى فاهمينها كويس قوي قوي. احنا عندنا هنا علشان اعمل ألواز على اكثر من مرحله السايكلز بتاعتي اختلفت. لما كنت بعمل على مرحله واحده كنت باخد جي 33، لا لما هعمل على اكثر من مرحله هاخد جي 85. طب وايه هي بقى المعلومات اللي تيجي مع جي 85 عشان اعمل ألواز على اكثر من مرحله؟ واحده واحده بقى حبايبي مع بعضين. قال لي اول حاجه هتدخلي الاكس. مين الاكس دوت؟ اللي هو قطر الألواز. والزد مين الزد؟ طول الألواز. طب وايه تاني طلبه؟ قال لي البي 2، قال لي نهايه المسافه اللي عن طريقها
بتكون موجودة في نهاية القلاوظة عشان أحرر بيها العدة منين؟ من الشغل. يعني دي مسافة في نهاية القلاوظ علشان أحرر بيها العدة منين؟ من الشغل. يبقى المسافة في نهاية القلاوظ دي بحسبها بإيه؟ بالبي 2. طب وإيه كمان؟ قال لي عندك الدي 3 اللي هو عمق الرايش أو المعدن المزال لكل مشوار قطع عند قطع القلاوظ. قال لي بقى في عندك كده بارامترز جديده قوي، ركزي فيها كويس. طيب ناخدها واحده واحده. ايه هي؟ قال لي عندنا الدي 4. مش انت بتقولي هتعملي قلاوظ على اكثر من مرحله؟ يبقى في الحاله ديت الدي 4 هي عباره عن عدد مرات القطع اللي هتعملي فيهم الايه؟ القلاوظ. ماشي يا شباب؟ يبقى الدي 4 عدد مرات القطع اللي هتبدا تقطع فيها الايه؟ القلاوظ. طب والدي 5؟ قال لي زاوية القلاوظ ديت بالدرجات. انت هتعمل قلاوظ زاويته كام؟ حط زاوية القلاوظ اللي انت عايز تعملها بالدرجات في الدي 5. طب والدي 6 بقى؟ قال لي ده عمق القلاوظ اللي انت عايز تقطعه. شوف عمق السنة بتاعت القلاوظ بتاعتك كام وحطها في الدي 6. طب وايه كمان؟ قال لي عندي الدي 7. قال لي دي نسبة تخفيض عمق المعدن المزال لكل مشوار قطع في كل مرة هنقطع فيها. لازم عمق المعدن المزال لازم يكون أقل من الوش اللي إيه؟ اللي قبله. فلازم الاختلاف ده بيجي بنسبة مئوية، بحطه فين؟ في الدي 7. طب والإف اللي النهائية دي يا أولاد؟ قال لي الإف دي هي عبارة عن البيتش، عبارة عن خطوة القلاوظ اللي أنت عايز تنفذه. خلي بالك البارامترز ديت جميلة جدا وسهلة، بس ناخد بالنا منها. الجي 85 يا ولاد هي نداء دورة، ده نداء لدورة القلاوظ على مراحل. الدورة ديت عشان أعملها إيه المعلومات اللي المفروض أدخلها للمكنة؟ قال لي أول حاجة هتدخلي الإكس وهو قطر القلاوظ، الزد وهو طول القلاوظ ويدخل بإشارة سالبة، تمام؟ طيب قال لي بعد كده تدخلي مين؟ دخلي بي 2. مين بي 2 ديت؟ مسافة تحرير العدة من الشغلة في نهاية القلاوظ، تمام يا حبايبي؟ نركز كويس جدا. طيب وعندي ايه كمان يا ميس؟ قال لي عندنا يا اولاد الدي 3 اللي هي عمق السمك او سمك الطبقة المزالة من الرايش لكل مشوار ايه؟ قاطع. طب وعندنا ايه كمان؟ عندنا الدي 4. مين الدي 4 ديت؟ قال لي عبارة عن عدد مرات القطع، عدد مرات القطع، مش احنا هنعمل قلاوظ على مراحل، عدد مرات القطع احطها في الدي ايه؟ في الدي 4. طب وايه كمان؟ قال لي عندنا الدي 5، والدي 5 دي عبارة عن ايه؟ قال لي دي زاوية القلاوظ وبتؤخذ بالدرجات. طب والدي 6 بقى؟ قال لي الدي 6 عبارة عن عمق القلاوظ ويؤخذ بالمايكرون، عمق القلاوظ ويؤخذ بالايه؟ بالمايكرون. والدي 7؟ قال لي الدي 7 هي عباره عن نسبه التخفيض لسمك الطبقه المزاله لكل مشوار قطع في المراحل الايه؟ المتتاليه، المراحل الايه؟ المتتاليه. طب والاف دي بقى عباره عن ايه؟ دي مش عباره عن الفيد، دي عباره عن البيتش. وماذا تعني كلمه بيتش؟ هي عبارة عن الخطوة. وماذا تعني الخطوة في القلاوظ؟ هي عبارة عن المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين، تمام يا حبايبي؟ دي كده السايكل الجميلة بتاعتنا بتاعت عمل القلاوظ على أكثر من مرحلة، تمام يا ولاد؟ نبص بقى على الشاشة بتاعتنا الجميلة لأن السايكل دي مهمة قوي ولازم نفهمها كويس جدا. اهو انا عندي المثال بتاعي اهو. الاكس يا ولاد هو عبارة عن قطر القلاوظ. قطر ده كام؟ ده الاكس اهو من تحت، اهو من اول القلاوظ كده لحد تحت، ده كده الاكس اللي هو قطر مين؟ قطر القلاوظ. طب والزد عبارة عن طول القلاوظ زائد مسافة تحرير العدة. طيب وبيؤخذ بإشارة ايه؟ يؤخذ بإشارة سالبة. طب والبي 2؟ البي 2 عبارة عن مسافة تحرير العدة منين؟ من الشغلة في نهاية مشوار القلاوظ. مسافة تحرير العدة من الشغلة في نهاية القلاوظ وبتؤخذ بالملي متر. الدي 3 عمق أو سمك الطبقة المزالة من المعدن في كل مشوار قطع
ويؤخذ بالمايكرون، تؤخذ بالايه؟ بالمايكرون. الدي 4 عدد مرات القطع ويؤخذ ده ده قيمه عدد بحط عدد النمبر اوف كات، نمبر اوف ايه؟ كات اللي هي عدد مرات القطع، وبحطها كقيمه هنا اهوت رقم عدد مرات القطع بحطه بقيمه ان. الدي 5 هي عباره عن زاوية الألوز وتحسب بالدرجات، زاوية الألوز وتحسب بالإيه؟ بالدرجات. الدي 6 هي عبارة عن إيه بقى؟ الدي 6 هي عبارة عن عمق الألوز، عمق الألوز المسافة بتاعت من قمة الألوز لقاع الألوز دي قد إيه؟ بنسميها عمق الألوز وبدخلها في البارامترز دي 6. عندي تي دي 7 هي عبارة عن مقدار تخفيض سمك الطبقة المزيلة لكل مشوار قطع في المراحل الايه؟ المتتالية. وعندي الاف دي يا ولاد اللي هي البيتش اللي هي خطوة الألوز وتحسب بالملي بالمايكرون. ويعني ايه خطوة الألوز؟ خطوة الألوز المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين للألوز بتاعي. تمام؟ زي ما قدامنا كده على الشاشة ناخد بارامترز بارامترز في السايكلز ونبدأ نشرحها. جي 85 هي عبارة عن نداء دورة الألوز على مراحل، ده نداء الكود بتاع نداء دورة الألوز على ايه؟ مراحل. الإكس والزد هي عبارة عن إحداثيات نقطة الألوز، اللي هو الإكس هو عبارة عن قطر الأصغر للألوز، والزد هي عبارة عن الطول الكلي للألوز زائد مسافة الأمان. البي 2 هي عبارة عن مقدار الخروج من نهاية الألوز وبتؤخذ بإشارة سالبة. الدي 3 هي عبارة عن سمك الطبقة المزالة لكل مشوار قطع أو عدد عمليات القطع. عندنا طبعا الجي 4 وهي عدد مرات القطع الحر وتستخدم لإزالة الريش وتنظيف الألوز، وإذا لم يتم إدخالها سيتم تنفيذ عدد مرات القطع الحر المحددة في ثابت الإيه؟ الماكينة. يعني أنا عندي يا أولاد في عدد مرات قطع للسايكلز ديت في المكنه، لو انا ما دخلتش ان مختلفه فهو بياخد الديفولت بتاع البرنامج بتاعنا وبيحط الدي 4 بعدد مرات القطع اللي هم الثابتين داخل الايه؟ السايكلز بتاعتي. يعني انا ممكن اكتب الدي 4 برقم معين وممكن لو سبتها فاضيه مفيش اي مشكله المكنه بتاخد عدد مرات القطع الديفولت اللي عندها بحيث ان هي تعمل لي السايكلز بعدد مرات ثابته. الدي 5 حبايبي وهي عباره عن زاويه سن الالووز بالدرجات، والدي 6 عباره عن عمق الالووز بتاعي بالمايكرون، الدي 7 عباره عن بارامترز يعتمد على الدي اي 3، الاف هي عباره عن خطوه الالووز وتحسب بالمايكرون. حلو قوي كده، الكلام ده جميل قوي. قبل ما ندخل على دورة الخلخلة نراجع مع بعض كده يا ولاد ايه هي دورة الألوز علشان نبقى هضمنا الجزء اللي فات دوت ونبدأ ناخد حاجة جديدة. تمام حبايبي، مع بعضينا كده نراجع مع بعض دورة الألوز. دورة الألوز احنا قلنا ان احنا عندنا نوعين من الألوز، اما ألوز بيأخذ على مرحلة واحدة او ألوز بيأخذ على ايه؟ على مرحلتين. الألوز اللي بيأخذ على مرحلة واحدة قلنا ان هو الجي بتاعته 33، الجي 33 دي بستخدم لها بعض المعلومات زي اكس وزد واف. الاكس هي عبارة عن قطر الألوز، والزد القطر الأصغر للألوز، والزد هي عبارة عن طول الألوز، والاف هي عبارة عن البيتش أو الخطوة بتاعة الألوز. ده كده بالنسبة للسايكلز اللي هي بتأخذ على مرحلة واحدة او اللي هي بتنفذ لي الألوز على مرحلة ايه؟ واحدة. سايكلز اللي قدامنا ديت هي اللي بتنفذ لي الألوز على مرحلة ايه؟ واحدة. وقلنا البارامترز بتاعتها جي 33 الكود بتاع نداء السايكلز، الاكس وهي عبارة عن القطر الاصغر للألوز، والزد بتاعتي هي عبارة عن طول الألوز، والاف تعني البيتش وهي خطوة الألوز. ننتقل مع بعض حبايبي إلى سايكلز أخرى وهي السايكلز التي تتم فيها الألوز على مراحل، بنقول عليها ثريد سايكل. ودي سايكلز البارامترز بتاعتها كبيرة شوية بس سهلة قوي. ناخد البارامترز واحدة واحدة. جي 85، مين جي 85 دي يا مس؟ دي عبارة عن
امر نداء سايكلز الالوز على مراحل. طيب السايكلز دي بتحتاج معايا ايه هي البارامترز بتاعتها؟ بتحتاج معايا الاكس، والاكس ده بيبقى عبارة عن قطر الايه، قطر الالوز بتاعي او القطر الاصغر للالوز، والزد بيبقى عبارة عن طول الالوز مع مسافة امان خروج العدة منين، من الشغلة، والبي 2 هي عبارة عن مسافة بتؤخذ في نهاية الالوز علشان تحرير العدة منين، من الشغلة، وعندي الدي 3 هي عبارة عن سمك الطبقة المزالة لكل مشوار قطع، وتؤخذ بوحدة المايكرون. نخلي بالنا ان هي بتؤخذ بوحدة الايه، المايكرون. يبقى انا عندي دلوقتي يا ولاد اخدنا في الجزئية اللي احنا اخدناها ديت اتنين سايكلز مهمين جدا لعمل الالووز، سايكلز بعمل بيها الالووز على مرحلة واحدة، وسايكلز بعمل بيها الالووز على اكثر من مرحلة. السايكلز اللي بعمل بيها الالووز على مرحلة واحدة اللي هي جي 33 بتحتاج مني ايه يا ميس؟ بتحتاج مني الاكس والزد والاف. طب ممكن نقولهم هم عبارة عن ايه؟ الاكس هي عبارة عن القطر الاصغر للالووز، الزد هي عبارة عن طول الالووز، والاف هي عبارة عن خطوة مين يا ولاد؟ خطوة الالووز. السايكلز دي بتعمل لي الالووز على مرحلة ايه؟ واحد، وكل البارامترز اللي فيها بتؤخذ بوحدة المليمتر. حلو الكلام؟ طب كده كلام جميل. نبدأ بقى ننتقل للايه، للسايكلز الاخرى اللي هي بتعمل لي الالووز على اكثر من مرحلة. الكود بتاعها كان اسمه ايه يا ولاد؟ جي 85. كانت بتحتاج مننا معلومات ايه يا مس؟ كانت بتحتاج مني معلومة اسمها الاكس اللي هي القطر الاصغر للالووز، كمان كانت بتحتاج مني معلومة اخرى اسمها الزد وهي طول الالووز بتاعي وبيؤخذ بإشارة سالبة، كمان كانت بتحتاج مني حاجة اسمها البي 2 وهي مسافة تحرير العدة من الشغلة في نهاية الالووز. بعد نهاية الالووز كده لازم اسيب مسافة وليكن 10 ملي ولا حاجة، اللي هي مسافة الخلخلة اللي انا عاملاها بعد الالووز، بديها في البي 2 علشان ايه؟ علشان تبقى مسافة حرة لرفع العدة منين؟ من الشغل. طيب حلوة قوي، حطيت البي 2. بعد كده ايه بيطلب مني؟ الدي 3. مين الدي 3 ديت بقى؟ قال لي ده سمك الطبقة المزالة لكل مشوار قطع. طب وبعد الدي 3 بيطلب مني ايه؟ قال لي دي 4. ومين الدي 4 دي بقى يا ميس؟ قال لي ده عدد مرات القطع للالووز. انا هعمل الالووز ده على مره واحده يبقى اني بواحد، لا هاخد الالووز على مرتين يبقى اني باتنين، هاخد الالووز على ثلاث مرات يبقى اني بكام؟ ثلاثه. احطها فين؟ في الدي 4. طب عندي ايه كمان؟ قال لي الدي 5. طب مين الدي 5 ده؟ قال لي ده زاويه الالووز اللي انت عايز تعمله. شوف انت عايز تعمل الالووز بسن كام؟ ماشي، يبقى زاويه ميل الالووز بتاعك هتحطها في الدي 5. طب والدي 6 بقى؟ قال لي الدي 6 ده عباره عن عمق سنه الالووز. طب وماذا نعني بعمق سنه الالووز؟ عمق سنه الالووز يا اولاد تعني المسافه بين القمه والقاع لمين؟ لسنه الالووز. ده بحطه في البارامترز دي 6. طب والدي 7؟ قال لي ده بارامترز يعتمد على الدي 3، يعني هو معتمد على مين؟ على سمك الطبقه المزاله لكل مشوار ايه؟ قط. ايضا عندنا ايه؟ عندنا الاف اللي هي مين؟ الخطوه بتاعت الالووز. وماذا نعني بالخطوه؟ هي المسافه بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين من سن الايه؟ من سن الالووز. كده يا ولاد احنا خدنا السايكلز الخاصه بعمل الالووز في المشغولات بتاعتنا، سواء كان عمل الالووز على مرحله واحده بجي 33 او عمل الالووز على اكثر من مرحله بجي كام؟ 85. الوقت بقى هننتقل مع بعض ندرس مع بعض سايكل جديده لعمل الخلخله اللي هي بتساعدني على عمل الالووز. مفيش الالووز هيتم الا لما نعمل قبليه خلخله، يبقى انا لازم اعرف اعمل خلخله ازاي قبل ما اعمل الايه؟ قبل ما اعمل الالووز. مع بعضينا بقى نشوف السايكلز اللي هتعلمنا ازاي نعرف نعمل الخلخله. مع بعضينا يا حبايبي على الايه؟ على السلايد بتاعتنا ونشوفها تشرح لنا عمليه الخلخله ازاي. دوره الخلخله يا اولاد
بيقول لي جي 86. طب الجي 86 دي بتحتاج مني ايه؟ قال لي جي 86 هتحتاج منك الاكس. طب مين الاكس هنا بقى يا ولاد؟ ده القطر المراد الوصول اليه بعد اجراء عمليه الخلخله. يبقى الاكس عباره عن القطر المراد الوصول اليه بعد اجراء عمليه ايه؟ الخلخله. طب والزد؟ طول الخلخله بتاعتي قد ايه؟ نهايه الخلخله في اتجاه المحور زد. طب ودي سريه؟ سمك الطبقة المزال لكل مشوار قطع. طب ودي فور؟ عبارة عن الدويل تايم أو فترة توقف. ودي فايف بتاعتي عبارة عن عرض العدة بتاعة الخلخلة. الإف عبارة عن سرعة التغذية المراد استخدامها عند إجراء عملية الإيه؟ الخلخلة. ركز مع بعض تاني. دورة الخلخلة الكود بتاعها جي 86. الدورة ديت علشان أعملها هتحتاج مني بعض المعلومات. هتحتاج مني الإكس. مين الإكس دوت؟ مين الإكس دي يا ولاد؟ نبص على الرسمة كده أشاورلكوا عليها. الإكس دي هي عبارة عن القطر اللي احنا عايزين نوصله بعد الخلخلة. طب والزد؟ عبارة عن نهاية الطول للجزء المراد خلخلته. بص كده الطول بتاع الجزء المراد خلخلته ونهاية الطول ده بدخل الزد بتاعته. طب ومين الدي 3؟ سمك الطبقة المزالة في كل مشوار ايه؟ قطع. الدي 4 عبارة عن الدويل تايم مؤاخذ بالثانية. الدي 5 عبارة عن أبعاد أو عرض العدة اللي أنا هشتغل بيها. العدة بتقف هنا ليها عرض معين بنزل أقطع بيها علشان أعمل عملية الإيه؟ الخلخلة. عرض العدة اللي أنا هشتغل بيها ديت بحطها في الدي إيه؟ في الدي 5. الإف عبارة عن سرعة التغذية بتاعتي هتؤخذ بالمليمتر بير إيه؟ بير مينيت. تاني حبايبي، جي 86 دورة الخلخلة بتحتاج مني الإكس اللي هو القطر المراد الوصول اليه بعد اجراء عمليه الخلخله. بتحتاج مني الزد اللي هو الطول بتاع الجزء المراد عمل الخلخله عليه. الدي 3 سمك الطبقه المزاله لكل مشوار قاطع من المعدن وده بيؤخذ بالماكرون. الدي 4 زمن التوقف. ليه؟ لان لما بتنزل العده تاخد الرايش وتعمل لي عملية الخلخلة لازم العدة تاخد وش وتطلع تفضي الرايش وتنزل تاخد وش ايه؟ وش تاني. فقبل ما بتطلع وبتنزل لازم بتاخد زمن توقف اسمه الدويل تايم. زمن التوقف ده بحسبه في الدي 4. زمن التوقف بحسبه فين؟ في الدي 4. بعد كده عندي الدي 5 اللي هو مين؟ الدي 5 اللي هو عرض العدة اللي انا هنزل اشتغل بيها. والاف عبارة عن سرعة الايه؟ سرعة التغذية. سرعة الايه يا ولاد؟ التغذية. ده مثال. مثال ده بس قبل المثال بس نبدا نشرح تاني كده ايه هي دوره الخلخله. دوره الخلخله ديت او الهدف من عمل الخلخله ايه يا حبايبي؟ الهدف من عمل الخلخله ان انا بعمل مسافه بعد بعد الالووز. يعني علشان اعمل الووز لازم يبقى فيه تحرر مكان كده العده في نهايه الالووز تبقى متحرره فيه، فبفضي المعدن منه. عشان افضي المعدن بعمل حاجه اسمها خلخله. الخلخله دي بفضي المعدن لقطر اقل من قطر الايه؟ من الالووز. الخلخله ديت بعملها بقلم اسمه قلم قطعيه البارت تول. البارت تول دوت بيبقى ليه عرض معين. العرض بتاعه ده انا بحتاجه في السايكلز في بارامتر اسمها الدي 5. طيب ايه هي السايكلز اصلا بتاعت الخلخله يا ميس؟ السايكلز يا حبايبي اسمها جي 86. طب جي 86 ديت هي عباره عن الكود اللي بينادي لي دوره الخلخله. بتحتاج لي ايه؟ معلومات ايه؟ قال لي بتحتاج لي الاكس اللي هو القطر اللي انا هصفي عليه الجزء المراد ايه؟ عمل الخلخله عليه. يبقى القطر النهائي للخلخله. يبقى الاكس عباره قطر النهائي لمين؟ الخلخله. والزد عباره عن طول الخلخله وبيحسب باشاره ايه؟ بيحسب باشاره سالبه. عندي ايه كمان؟ عندي الدي 3 اللي هو عمق او سمك الطبقه المزاله لكل مشوار ايه؟ قطع. عندي ايه كمان؟ قال لي عندي الدي 4 اللي هو زمن التوقف. مين زمن التوقف؟ انا معايا قلم هينزل يقطع ويخرج، هينزل يقطع ويخرج. اول ما ينزل يقطع بيقف ثواني قبل ايه؟ قبل ما يخرج.
طالما وقف ثواني يبقى ده زمن التوقف. زمن التوقف ده بحطه في البارامترز دي ايه، دي 4. عندي دي 5 اللي هو عرض القلم اللي هينزل، عرض القلم اللي هينزل يقطع، عرض القلم ده اللي هينزل يقطع بحطه في الدي ايه، في الدي 5. طب قال لي كمان عندك ايه، عندك الفيد اللي هي ايه، سرعه التغذيه اللي القلم هيمشي بيها على سطح الايه، العده بتاعتي. يبقى انا عندي الجي 86، الاكس اللي هي القطر النهائي للخلخله، الزد الطول النهائي للخلخله بتاعتي، عندي الدي دي 3 اللي هو سمك الطبقه المزيله لكل مشوار قط، الدي 4 اللي هو الدويل تايم، الدي 5 اللي هي عرض الايه، عرض العده المراد القطع بيها في اجراء لاجراء عمليه الايه، الخلخله، اللي هي عرض عده البارت ايه، طيب بارت الطول اللي هي بنسميها قلم القطعيه، لان انا لما باجي استدعي قلم من على مكنه السي ان سي عشان يعمل لي خلخله، القلم ده بيبقى اسمه ايه، البارت طول اللي هو قلم القطعيه، بيبقى ليه عرض معين لازم ادخله في السايكلز بتاعتي في بارامترز يسمى الدي ايه، الدي 5. وعندي بعد كده الاف اللي هي سرعه التغذيه اللي همشي بيها على سطح الايه، على سطح المعدن بتاعي. نبص بقى على مثال جميل كده نطبق عمليه الخلخله فيه. بص المثال بتاعنا بقى ده بيقول لي ايه، دوره عمل الخلخله الطوليه ذات تقسيم اوجه القطر دي 3 الى 2.5 مللي. يعني انا عندي هنا عمق سمك الطبقه المزاله لكل مشوار قط هيبقى 2.5 مللي، ماشي، مع ضروره برمجه عرض القطع، عرض العده اللي هو دي 5. انا عندي برمجه عرض القطع، عرض العده هندخله في بارامترز يسمى ايه، دي 5. طيب هناك فتره توقف تسمى دي 4 اللي هو الدويل تايم، هناخده في البارامترز جي 4. نبدا اول حاجه نجيب القلم يمس جي 00، هيمس عندي بدايه الخلخله، يبقى هقف عندي كام، عندي اكس بكام، اكس بي قطر الشغله كله اللي هو 20، يبقى هقف عند اكس ب 20. وعندي زد تحت بكام، احنا هنسيب المسافه دي، هنبدا نحسب من اول الجزئيه ديت، يبقى هقف عند زد بسالب 7 وايه، سالب 7.5، يبقى عندي اكس ب 20 زد بسالب 7.5. انا كده حضرت العده بتاعتي، هبدا ادخل بالعده دي وابدا اقطع الخلخله بتاعتي. ادي السايكلز، السايكلز بتقول جي 86، هاتيلي اكس اللي انت عايزه توصلي لها. نروح نجيب من على الرسمه ابعاد الاكس اللي عايزه اوصل لها، ابعاد الاكس اللي عايزه اوصل لها كام يا اولاد، 10، يبقى اكس بتاعتي ب10. طب وزد بكام، 17.5، يبقى زد سالب 17.5. جبت قطر الخلخله وجبت طول الخلخله من على الرسم، قطر الخلخله هحطه في البارامترز اكس، وطول الخلخله هحطه في البارامترز زد، وابدا املى البارامترز، يبقى جي 86، الاكس بكام، ب10، والزد بكام، سالب 17.5. هشيل قد ايه من كل وش، قال لي 2.5 مللي، اضرب ال 2.5 مللي في 1000 وابدا احطهم بالمايكرون، يبقى دي 3 هتساوي 2500 مايكرون. عندي بعد كده الدي 4، مين الدي 4 ديت يا ميس؟ قلنا زمن التوقف وبيحسب بنسبه مئويه من الثانيه، يعني 40 ثانيه مثلا، يبقى ده زمن التوقف بتاعي لكل مشوار قطع. طب عندي بعد كده الدي ايه، الدي 5، عرض العده. تعال نشوف، هو ما ادانيش في المثال هنا عرض العده قد ايه، هو حاططها هنا ب 3000، معنى كده ان عرض العده بتاعي 3 مللي، واحوله لقيمه المايكرون يبقى هضربه في 1000 هيديني 3000 ايه، مايكرون. وبكده يبقى ده مثال واضح جدا على اجراء عمليه الايه، الخلخله. يبقى عشان اعمل عمليه خلخله يا اولاد لازم اجيب العده الاول تمس، تمس فين؟ تمس عند بدايه نقطه الخلخله اللي انا هعملها، وعند زد ايه، زد بدايه الخلخله، واكس اكبر قطر عندي في الشغله، يبقى تمس عند اكبر قطر للشغله وزد بدايه مين، الخلخله. طيب انا جبت العده تمس، الامر بتاعي يبقى جي 00،
والاكس بتاعتي لو هو مديني اكبر قطر 20 يبقى عند اكس ب 20 وعند زد بكام؟ بسبعة ونص، اللي هي بداية الايه؟ بداية الخلخلة. بعد كده ابدأ انزل بالايه؟ بالعدة. هنزل بالعدة لحد فين؟ لحد اكس المراد الوصول اليها. يبقى انا عندي هنا جي 85، ابدأ بقى في السايكل جي 85 اللي هي دورة الخلخلة، ابدأ احط الاكس بتاعت نهاية الخلخلة اللي هو قطر الخلخلة هيبقى كام، وزد اللي هو طول الخلخلة ويحسب بإشارة سالبة، مش تمام؟ وبعد كده ابدأ احط ايه؟ احط الدي 3 اللي هو سمك الطبقه المذاله لكل مشوار ايه؟ قطع، واحط الجزء اللي هو بتاع عرض الايه؟ العده بتاعي اللي هو الدي 4، تمام يا اولاد؟ يبقى انا عندي هنا لما اجي اعمل خلخله اول حاجه بمس بجي 0 عند اكبر قطر وعند زد بكام؟ زد بدايه الخلخله. ادي سايكلز الخلخله، سايكلز الخلخله جي كام؟ 85. حلو قوي. جي 85 بتحتاج مني بارامترز ايه؟ اول حاجه بتحتاج مني البارامترز بتاع الاكس. مين الاكس ده؟ القطر اللي هو المراد الوصول اليه بعد اجراء عمليه الخلخله، والزد طول الجزء المراد عمل الخلخله عليه. طيب حطيت الاكس وحطيت الزد، احط ايه كمان؟ احط الدي 3. مين الدي 3 ديت؟ اللي عمق او سمك الطبقه المزاله من الرايش لكل مشوار ايه؟ قطع، واحولها لقيمه الايه؟ المايكرو، تمام يا حبايبي؟ طب وبعد كده احط الدي 4 اللي هو زمن التوقف بعد كل مشوار قطع اللي هو الديويل تايم. وبعد كده احط الايه؟ الدي 5. مين الدي 5؟ اللي هو عرض العده المراد قطع ايه بيها، ودي بتحسب بالملي ايه؟ متر. وبعد كده احط الفيد اللي هي التغذيه بتاعتي، تمام يا شباب؟ عندنا هنا مثال اخر لعمل الخلخله نبص عليه كده. المثال بتاعنا بيقول لي ايه؟ ارشادات هامه لعمل الخلخله، قياس عده عمل الخلخله، انتبه ان الحافه للعده التي تم قياسها الحافه بتاعه العده لازم تبقى موجوده على بدايه الايه؟ بدايه الجزء اللي انا هبدا اعمل من عنده الخلخله، تمام؟ احنا هنا هنحط عندي بقى، نبص بقى نشوف كده اهوت الابعاد اللي انا هبدا اشتغل عليها. القطر المراد الوصول اليه عليه بعد الخلخله كام؟ 17 ونص. طيب وطول الخلخله، طول الجزء اللي انا عايز اعمل عليه الخلخله كام؟ 30. عرض العده اللي هعمل بيها الخلخله كام؟ 3. كده البيانات بتاعتنا كلها واضحه جدا على الخام. نبدا ناخد البيانات دي وننزلها في السايكلز بتاعتنا اللي هي بتقول جي 86 اكس وزد و دي 3 او دي ودي 4 ودي 5. وبكده حبايبي احنا خدنا النهارده دورات عمل الالابوز على مرحله واحده وعلى اكثر من مراحل، وكمان دوره الخلخله. وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. اشكركم واترككم في رعايه الله وامنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام يا شباب.